لقاء غير عادي بطرفيه في توقيت ومكان غير اعتيادي، في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى الشرق الروسي. اختار الرئيس فلاديمير بوتين استقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لقاء ترقبه الجميع. فتداخل مصالح البلدين، وخاصة في مواجهتهما مع الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، يكسب اللقاء أهمية مضاعفة. استقبال دافئ تبعه محادثات أكد من خلالها الرئيس الروسي أهمية تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية. نحن بحاجة لمناقشة قضايا التعاون الاقتصادي والقضايا الإنسانية وكذلك الوضع في المنطقة. لدينا الكثير من القضايا لنناقشها، أنا سعيد جدا بذلك. أما الزعيم الكوري فشدد على أولوية التحالف مع موسكو فيما أسماها المعركة ضد الإمبريالية. تخوض روسيا الآن معركة مقدسة ضد القوى المهيمنة من أجل حماية سيادتها ومصالحها الأمنية. لقد أعربنا باستمرار عن دعمنا الكامل وغير المشروط لجميع القرارات التي اتخذها الرئيس والقيادة الروسية، وأريد أن أؤكد لكم أننا سنكون دائما جنبا إلى جنب مع روسيا في الحرب ضد الإمبريالية. أمام عدسات الكاميرات تجول الرئيسان في قاعدة فوستوتشني، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا. أما وراء الكواليس فكلا الجانبين يعرف ماذا يريد من الآخر. موسكو وفي خضم حربها في أوكرانيا تحتاج في المقام الأول إلى الذخائر من كوريا الشمالية، إذ تمتلك بيونغ يانغ منذ فترة طويلة مخزونا من الذخائر السوفيتية المتوافقة مع الأسلحة الروسية. في المقابل ظروف كوريا الشمالية الاقتصادية قد تدفعها للطلب من موسكو مساعدتها، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، إضافة لإمكانية إرسال المزيد من العمال الكوريين الشماليين إلى روسيا. على الضفة الأخرى يزداد الخوف الغربي من لقاء كهذا، إذ يجزم مسؤولون أمريكيون بأن أي مباحثات ستركز بشكل حصري على صفقات الأسلحة والتعاون العسكري، وهو أمر قد ينقل علاقة بوتين وكيم جونغ أون إلى مستوى آخر أكثر إثارة للقلق الغربي.